تحية سام سيدي كبير، وماذا نرى لهذا السام الذي ما زلنا نتداول في منطقة توتر ساري؟ تنتهي هذه المنطقة بالاستقرار واختراق مستويات ال 32 جنيه ونص إلى مستويات 33 جنيه. كمان عندنا نظرة إيجابية لو قدرنا نتجاوز المنطقة اللي عند مستويات 29 جنيه، وأعتقد والاستقرار فوق منها أعتقد هيكون عندنا إشارة إيجابية جدا جدا على السهم. لو إحنا ملاحظين السهم نزل عمل لنا نموذج مثلث، نزل عمل لنا ضلع إيه وصعد على شكل اي بي سي بي، ونزل عمل لي الضلع سي ونزل عمل لي دي اي، وتوقعنا ان يحصل ردة فعل قوية من هذه المستويات، ولكن المثلث فشل ونزلنا على شكل اي بي سي تاني ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد، وده الاقرب للحدوث. اقرب للحدوث ليه؟ لان انا ما زلت عندي منطقة مهمة جدا، المنطقة دي فيها مشتري، المنطقة دي كلها كل ما بنزل ليها بلاقي مشتري. المنطقة اللي عندي مستويات 23 لحد مستويات 25 جنيه 60 قرش، وده اللي بيعزز النظرة الإيجابية بامتياز على السهم. قلنا عندنا مناطق مفتاحية مهمة جدا جدا على السهم، هو اختراق المنطقة اللي عند مستوى 29، ولكن بالنسبة لي المنطقة الأهم هي 32 60 لحد مستوى 33 جنيه. المنطقة دي لو قدرنا نخترقها بقوة أعتقد ستتحول نظرتنا من سلبية إلى إيجابية للسهم، اللي أعتقد ما زال يتداول في مناطق جيدة جدا جدا جدا. لو رحنا على فريم الساعة ونشوف نظرة ضيقة جدا للسهم، خلينا نمشي مع السهم، هنلاقي إن السهم ما زال بيتداول بشكل جيد جدا. جيد جدا ليه؟ خلينا نمشي مع بعض واحدة. أنا عملت موجة أولى وصححتها، صعدت بهذا الشكل على شكل 1 2 3، المفروض إن ده إي بي سي 4 4 اللي ممكن ينزل لمستويات ال 28 جنيه و70 قرش، وأعتقد مش عايزه يلمس المنطقة دي. وبعد كده هذهب أعمل قمة بالنسبة لي وأصحح وأكمل الموجة الأولى، اللي حتى الآن الموجة الأولى بتاعتي لسه ما انتهتش. ما انتهتش كمان لو لاحظنا إحنا خسرنا وقت الخسارة بتاعنا اللي كان عند هذه المستويات، اللي عند مستويات ال 28 جنيه وربع، وقلنا ان لو نزلنا لحد مستويات ال 27 جنيه 80 ل 27 جنيه 70 ممكن نشوف من عندها رد فعل، وده بالفعل اللي حصل بالنسبة لنا. علشان كده اعتقد ان احنا هنشوف رد فعل ايجابية من المستويات دي، ممكن ما نزلهاش كمان. لو لاحظنا كمان هنلاقي ان احنا عندنا موجة هنا كانت تصحيح سلبي، فبالتالي انعكس على تصحيح اخر في الموجة الرابعة يكون بشكل معقد شوية. لو جينا ناخد مستهدفات للموجة اللي احنا فيها، وخلينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة، وقلنا هناخد مستويات من 100 لمستويات ال 161 فيبو، هنلاقي نفسنا ضربنا مستويات ال 161 فيبو واخترقنا مستويات ال 100، ده اللي بيعزز ان الموجة الثالثة بتاعتنا ما زالت قوية وإيجابية، فما زلنا بنستهدف مستويات 29 جنيه يعني مستويات ال 30 جنيه، وده هيكون بداية الإيجابية، وممكن نروح كمان لحد مستويات ال 31 جنيه، وده كان هيكون هدف الموجة الثالثة بتاعتنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة. أنا عملت بيج 1 بيج 2 3 اي بي سي 4 اللي ممكن تنزل وتزور مستويات ال 28 جنيه 27 جنيه 80 27 جنيه 70، وممكن نكتفي بالمناطق دي. فخلينا نراقب بشكل كويس جدا جدا حركة السهم، وبعد كده أتوقع إن إحنا هنعمل موجة خمسة، وبعد كده هنصحح الموجة الثالثة ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. حتى الآن أعتقد النظرة للسهم ما زالت إيجابية وإيجابية جدا، طالما فضلنا مستقرين فوق مستويات ال 27 جنيه 80 لمستويات 27 جنيه 70. هبتدي أقلق من السهم لو تدخل مع القمة دي وكسرها، أبتدي أقلق من السهم. غير كده تظل نظرتي للسهم إيجابية، وأعتقد إن السهم ما فيهوش شيء مقلق حتى الآن. كمان لو قلنا هنصحح الموجة الثالثة بتاعتنا اللي تصحيحها ممكن يكتفي ما بين مستويات 38 ل 50، يعني ممكن ننزل ل 27 جنيه و85 قرش، وده اقرب للحدوث. طبعا تتاكد نظرتنا الايجابيه لو اخترقنا مستويات ال 28 جنيه و60 قرش، هتكون بدايه الايجابيه مع اختراق القمه السابقه، اعتقد ده هيعزز عندنا النظره الايجابيه اكتر واكتر. كمان لو لاحظنا ان احنا ممكن نعمل قناه سعريه بسيطه وننتظر اختراقها او ملامستها تحت، يعني هنلاقي نفسنا لو لمسنا في الحد الاسفل للقناه هيكون ايضا اشاره ايجابيه جدا جدا للشراء. اللي انا عايز اقوله ان السهم ما زال قوي، واعتقد ان السهم ما زال مستمر في الاتجاه الصاعد، وقلنا ان ما فيش سلبيه على السهم الا لو نزل وكسر القمه بتاعه الموجه الاولى، وده اعتقد مش هيحصل لان السهم ما زال قوي فوق المناطق اللي هو فيها حاليا. وبالتوفيق.